الغريب يكرم. السيد عضو المجلس السيادي سعادة الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا والوفد المرافق له ويا سودان اعتزود باها فيك رجالا عالية جباها خوف من موت معدوم جواها وتكسح وتمسح وتفني عداها. السيد قائد الفرقة الثالثة مشاة سيادة اللواء الركن حمدان عبد القادر داوود وده الأسد المربع دابه من قمت الجهل ما شفنا شيء تنعابه بقلب الحديد الغط ما خابنا الشابه مش هاب سهام النار من عيون الناس بتهابه. الله أكبر. نعمل الآن في ملف السلام. توصلنا مع إخوتنا في الحركات المسلحة حركات دارفور حركة الشعبية شمال بقيادة أخي الكريم الجنرال عقار والآن نعمل في إنفاذ هذه الاتفاقية وبدأنا ووقعنا إعلان مبادئ مع الجنرال الحلو والشهر القادم سيذهب وفد للتفاوض مع الحلو وبإذن الله سيأتي إلى السلام وأيضا هنالك اتصالات عميقة جدا وجادة مع الأستاذ عبد الواحد محمد نور ونعمل ونجتهد ونزعى أيضا إنه يجي للسلام. كل أبناء الوطن الوطن يحتاج لهم كل القوانين التي تكفل المساواة بين أبناء الوطن الواحد تم إعدادها وإجازتها. ما في سبب تاني للحرب ولن نقاتل بعضنا البعض لن نتقاتل مرة أخرى بل سنجهز قوة سودانية. كل الحركات كل القوة كل الجيوش الموجودة الآن في السودان ستدخل في حضن هذا الجيش العظيم